تفتحش عينك. يا نهار اسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا رب تكونوا بخير يا محاربين. انا علي. وانا عمر. النهارده بقى يا جدعان فكرة الفيديو عبارة عن لا تكسر الصندوق الخطأ. احنا لسه مش عارفين ايه الخطأ. قلنا انت بتتكلم بجد ليه؟ اهدى شوية. خلاص ماشي. النهارده بقى يا جدعان الفكرة عبارة عن هنجيب حاجات انا بحبها، الله اعلم هي ايه، وعلى نفس الكلام، ونحطها تحت الصندوق ونضرب بايه؟ فين الشاكوش؟ شاكوش فين؟ مفيش شاكوش. شاكوش اهو. نخش في التحدي على طول. خد البس ده يا عم. انا اعمل كده مش هشوف. والله العظيم مش واثق فيك. خد البس دي، مش واثق في اخوك. يلا حبيبي امسك. ها بسم الله. دي كمان اكبر خمام في الدنيا. جاهز؟ يلا انجز يا عم، انا بدات اتخني وانا لسه فاهمني اصلا. شكلك ايه وصاحبي مين؟ خد بالك قصاد منك كتير تعابين، والله صعب كارفهم ومش سالكين. جاهز يا عمر؟ يلا. ايه الكمامة حبيبي؟ حدي بادي كومز. انا فاهم الشغل اللي انت بتعمله ده. بتقعد تغني عشان ما اسمعش صوت الخرفشه بتاعتك دي. ده انت مش سالك. يلا بينا. يلا بسم الله. وده الفاكر اني شاب نايتي مني نزيم وانسو. نهار اسود يا نهار اسود يا عم، حرام عليك. الساعة دي ما لبستهاش غير مرة واحدة. حلوة يا عم، تاخد العين جميلة. ايه رأيك في القمر ده؟ يعني انت كده حلو، انت كده مبسوط يعني من جواك كده، انت سعيد كده، يبقى في حماس كده. بس فداك مليون ساعة. فداك. بص استنى، عامل حاجة في نفسي، عامل حاجة في نفسي. فداك يا اخويا، فداك. ايه الغطاطة بتاعت امك دي؟ خلاص كده انت حلو. اه يا ابني يعني حماس. غمض بقى. في ايه؟ غمض. طب وانت مش هتلم الزروطة؟ انا هلم الزروطة دي وجايك. ماشي غمض. يلا بينا. تجراري مش تمام. يلا يلا. غمض غمض يا ناس، ما تفتحش عينك. يلا غمض. شايف اهو اللي بيقلق. مبدئيا كده خبراتي الزمنيه بتقول لي ان طالما حطيت لك الحاجه قدام منك يبقى اكيد انت هتحطها قدام مني، صح كده؟ بس انا هضرب قدام منك. ليه يا ابن المحظوظه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا ابن المحظوظه. انت قلبك جابك كده تغطي. يلا تلاقي اليوتيوب حسن تيلي. ما انت خليتني اكسر الساعه. افرض كنت ضربت عليه. فدايا ده تحدي. فدايا فدايا. الحمد لله انها جت يا حبيبي في الفاضيه. ده انت مين؟ ده انا هموتك التحدي ده. ماشي انت كويس حبيبنا ده محظوظ والله. كان هيكسر درع اليوتيوب. يا نهار اسود، كنت هتخليه يكسر. كنت هندم ندم عمري. انت بتصعب المرحله كده، خد بالك. يلا انا عايز اشوف لك. ماشي يلا. الحمد لله. مبدئيا كده عشان ما نقعدش نزعق ونقرف الناس بصوتنا المعفن، لقيت حل حلو. دي الايربودز بتاعتي كانت على الشاحن، سيبها تشحن. امسك حطها في ودنك. حط في ودنك دي. صاحيه ولا ايه؟ حط دي في ودنك اهو. شغلت. تحط العلبه تشحن. شغل لك اغنيه. شغل لي قلت له فاكر اني شاب نايتي. يلا يا باشا كده غمض لي عينيك. مش سامعك. انا لسه ما شغلتش اغاني. بس يا ابا بس. يلا بقى غمض عينيك يابا. اهو اهو. شغل بقى اغنيه وعلي. حمار عمال يشلل. مش عارف اتنفس. انجز. خلاص فصلت اهو. يلا. يلا يا باشا جاهز؟ يلا. خلي دي في ودن ودي في ودن. يلا. يلا. خليني انا احط دي كده عشان ما اسمعش الصوت. ماشي؟ يلا. انا همشي هقلدك بما ان انت
ها؟ بديهي. حد تقولي فين حادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كل علادي يا كتكوت رحت ليه بقى؟ يا لهوي الحمد لله يا رب كان نفسي تكسرها. الحمد لله يا رب كنت احط وريني كده عشان عارف ان انت نصاب. لا شغال في تليفون هروح اجيبه وجاي لكم سوا. ده تليفون الطفوله ده علي بيعزه قوي اول تليفون شاله في حياته. التليفون ده يا جدعان عزيز على علي قوي عزيز عليه قوي فلو اتكسر شوف رد فعله مع بعضينا. انت نمت ولا ايه؟ طلبيز. يلا انا جاهز سلاحك اهو. خبراتي الزمنيه بتقول لي اني حطيت هنا كتير هنا ما شفناش التقدير فهنا انت مستحيل تحطها هنا. هقول لك ليه. ليه؟ 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 ما اعرفش. التليفون ما بقاش نافع بتعمل ايه؟ لله يا اخي يا اخي روح منك لله يا اخي. ما تاخدش ده يا عم ده تليفون الطفولة. وريني كده ثواني كده طفولة سلامتك يا طفولة. لا كده الساعة قدام تليفون الطفولة. باي باي سود يا جماعة بالهنا والشفا. جوا فلوس بطارية بطارية برنيني في السن. اوعى بالهنا والشفا خسرنا كتير وجي وقت التقديم. جاهز يا اخويا؟ جاهز يا حبيبي. ماشي خد يا باشا. ها يلا شفتك غمض عينك غمض عينك. حاضر يا باشا. اسكت صدقني. بصوا يا جدعان انا جبت له ايه؟ ده جراب ال 14 برو ماكس بتاعه. الجراب بتاعه هو فاضي حلو لكن الجراب ده لو باظ سعر التليفون يروح في داهيه خالص. الناس تفتكره سرقه ما يفتكروش ان هو شريك. الجراب اهو احطه له في ايه؟ كده انا حطيته له في الاصفر والازرق فاضي. يا رب يضرب في الاصفر يا رب يضرب في الاصفر. خلاص خلاص خلصنا خلاص. هبدو دي دلوقتي. ماشي يلا هقول لك بس اديني فرصه اتكلم. احنا كسرنا حاجات كتير وهنا برضه بس حاسس ان احنا هنا. الله يا نهار اسود ايه ده؟ بس كده اوعى يا اخي انت بتحط. هو بص ازاي؟ هو بص ازاي الضربه جايه عليه والمصحف. ربك بيسهل يا عم. هو ايه ده؟ ربك بيسهل. انت فلوسك حلال وش. ايوه يابا الحمد لله. ده بابا بيكون ميزنا وربنا هو ضارب عليه. هو ما حصلوش حاجه ازاي؟ هذا من فضل ربي. وانت بتتغبى انت بتحط لي كرتونه ال 14 انا نهار اسود يا جدع. انت انا يا عم. اوعى يا عم ده في حاجه من ناحيه. وعلى فكره ده خام. ده خام عين نصاب. لا لا يابا ده مش وربنا في حاجه غلط. والله العظيم المفروض ال 14 ده يبوظ. يا رب الحمد لله يا رب. العظيم انت عالم الحمد لله. مش قلت مرزة لا هوي. انا نهار اسود احنا خسرنا كتير قوي. انت خسرت تليفونك وانا خسرت ساعتي وشويه شويه نخسر بعضينا. انا هطلع معاك وشويه. انا بقول ان انت بغيت لغايه كده وكفايه خساره عشان شويه كده احنا هنخسر بعض. ممكن نخسر الناس كلها. حك عليا كده. انا بالنسبه لي التحدي خلصان عشان كفايه خساره لغايه هنا. ونكون هنا وصلنا نهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب. فين الحد؟ هات الحد ده عشان اتكلم. حد ايه يا عم؟ خد يا عم. ونكون هنا وصلنا نهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يبان لكم. انا مش بتكلم. خلاص خد الحد. انا مش بتكلم. خد الحد ده اتكلم. اسكت يا عم. حاضر. ايه حديد؟
لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يا انا الغطاطه بتاعت امك الغطاطه اللي انت فيها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو ننزله يجيلكم تنبيهات على طول. واكتبوا لنا في التعليقات لو عايزين نكتر من السلسله دي وكده فل قوي. سلام. هات لي هاي اكتب رقم الاسعافات الاسعاف بسرعه.